رجعت لنفسي فاتهمت حصاتي وناديت قومي فاحتسبت حياتي رموني بعقم في الشباب وليتني عقمت فلم أجزع لقول عداتي ولدت فلما لم أجد لعرائسي رجالا وأكفاء وأدت بناتي وسعت كتاب الله لفظا وغاية وما ضقت عن آيم به وعظاتي فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة وتنسيق أسماء لمخترعاتي أنا البحر في أحشائه الدر كامل فهل سأل الغواص عن صدفاتي فيا ويحكم أبلى وتبلى محاسني ومنكم وإن عز الدواء أساتي أيطربكم من جانب الغاب ناعم ينادي بوأدي في ربيع حياتي أرى كل يوم في الجرائد مسلقا من القبر يدنيني بغير أداتي وأسمع للكتاب في مصر الدار ضجة فأعلم أن الصائحين نعاتي أيهجرني قومي عفى الله عنهم إلى لغة لم تتصل برواتي سرت لوثة الإفرنج فيها كما سرى لعاب الأفاعي في مسيل فراتي فجاءت كثوب ضم 70 رقعة مشكلة الألوان مختلفاتي إلى معشر الكتاب والجمع حافل بسطت رجائي بعد بسط شكاتي فإما حياة تبعث الميت في البلا وتنبت في تلك الرموس رفاتي وإما ممات لا قيامة بعده ممات يا عمري لم يقصر.